نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من المستمعة نون عين ألف. عرضنا بعض أسئلة لها في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تسأل وتقول: نحن مجموعة من الطالبات اتخذنا عهدا على فعل العبادات التطوعية، فلما شق على بعض منا ذلك سألنا أحد المشايخ فأفتانا بأن علينا كفارة وهي صيام 3 أيام، فهل يكون علينا شيء إذا تأخرنا في أدائها أو أن صمنا بعضها تركنا الباقي إلى حين نظرا بالظروف المدرسية، وأن بعضنا لا تستطيع ولا تتحمل ذلك على حد أقوالهن، أفيدونا في ذلك مأجورين جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الكفارة إنما تجب باليمين أو الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء، كأن يقول والله لأفعلن كذا أو تالله لأفعلن كذا أو بالله لأفعلن كذا، هذه حروف القسم. أما العهد وهذه الألفاظ فهذه ما لا ندري ماذا قالت هؤلاء النسوة، ما هو اللفظ الذي تلفظن به وهل هو يمين أو ليس بيمين. وأما التزام العبادة غير الواجبة واتفاق جماعة من الناس على أن يقوموا بعبادة صلاة ليل أو صيام أيام، هذا لم يشرعه الله ورسوله، وإنما على الإنسان أن يأتي من الأعمال الصالحة ما تيسر له من غير أن يتفق مع جماعة، كالصوم الجماعي والإفطار الجماعي وقيام الليل الجماعي، إنما هذا في شهر رمضان، صلاة الجماعة في التراويح والتهجد إنما هو في شهر رمضان. وأما التزام أعمال جماعية غير مشروعة ولا تشرع لها الجماعة في الإسلام فهذه أمور محدثة، وكما ذكرنا على المسلم أن يعمل من الطاعات المستحبة صلاة أو صياما أو صدقة أو غير ذلك، أن يعمل ما يسر الله له من غير التزام وارتباط مع آخرين، فإن هذا شيء غير مشروع. لكن هناك شيء آخر، وهو أن الإنسان إذا نذر، إذا قال لله علي أن أصوم كذا وكذا أو أن أصلي كذا وكذا أو أن أحج أو أن أعتمر، فهذا هو النذر، وهذا يلزم الوفاء به إذا كان نذر طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وحتى النذر لا ينبغي الدخول فيه، ما دام الإنسان في عافية منه فإنه لا يلزم به نفسه ولا يدخل فيه ولا ينذر، لكن يفعل من الطاعات ما تيسر له من غير نذر، لكنه إذا نذر وعقد النذر وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. نعم.